فرخة مشوية بالطماطم. ايه الخلطة اللي معانا هنا؟ انا عندي هنا هاخد طماطم مبشورة، هبشر الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الفرخة بتاخد لها واحدتين طماطم من دي كده، واحدتين طماطم بالشكل ده، تمام؟ فانا هعمل فرختين، فهعمل ايه؟ اربع طماطمات متوسطة، تمام كده؟ ادي كده ايه؟ اهي جزرية كمان اهي، ماشي؟ انا كده بشرت طماطم وجزرة، يعني الجزرة ما تبقاش كتير قوي، نص كمية الطماطم، تمام؟ وهاخد بقى هنا بصلاية مبشورة. انا بعمل الخلطة بعد ما هقطع الفرخة، تمام كده؟ وعندي شوية حبهان مطحون، قولي كده نص معلقة، ما تكترش، ان الحبهان المطحون بيبقى قوي جدا، وورق لورا ده هبقى اشيله لما اجي اشوي، وشوية شطة اختياري، بس تبقى جميلة فيها، تبقى جميلة، بس هو اختياري. وهاخد ملح للفرخة، معلقة للفرخة، ايه؟ معلقة ملح. فأنا هعمل فرختين، فيبقى ايه؟ معلقتين، ماشي؟ ومعلقة فلفل واحدة للاتنين، وبرضو هنا الفراخ بتحب الكمون، الفراخ بتحب الكمون، حد هنا كان بيحب الكمون أكتر من الفرخة؟ خلاص البطرمان، ماشي. وهناخد عصير ليمونة، بسم الله بسم الله، تمام كده. هي دي كل الخلطة مع سنة زيت بقى، حط معلقتين زيت، لا ده هيبقى كتير. انا هطبخ لكم فرخة واحدة، مش هطبخ فرختين، انا هشيل واحدة في الفريزر تنفعنا وقت تاني. معلقتين زيت كده، تمام. واروح ايه متبله بقى كل دول كده، باخد كده من جنب هنا اهو كده، من عند الايه؟ من عند الرقبه، من عند ايه؟ الرقبه كده، واروح ماسكاها كده وابدا. هي سهله خالص على فكره، اروح عاملاها كده، تمام اهي. واروح واخده هنا في عظمه ثانيه اللي هي بين الصدرين، امشي مع السكينه كده واهي اطقها كده، هتروح ايه؟ سهله خالص خالص، تمام. واجي هنا الحته الرفنوعه دي ملهاش لازمه، دي بقصها علشان ايه بقى؟ لما اجي احمرها ما تمنعش تحمير الصدر، الرفيعه دي كده كده بتترمي وبتاخد تحميره كده او بتاخد حرقيه بتمنع الصدر ان هو ايه؟ يحمر. نصين بالطول، اروح حطها بقى هنا كده، طبعا هي مغسوله كويس جدا، تمام اهو. واروح ايه حطها في طبق وحطها في التلاجة كام ساعة كده، وبعدين ابدا ان انا ايه اشويها. هاخدها بقى كده اهو اهي، طبعا حطيتها دلوقتي تتشوي، انما اهو بقول لكم تاني اهو، الفراخ لازم تتساب شوية منقوعة، ده بيخلي لحمها اطرى، ده بيخلي لحمها ايه؟ اطرى. خلاص كده اهي، بسيبها في النقعة دي شوية، ثواني ثواني ثانية واحدة، هاخد بس دول كده التانية بقى ان ايه؟ هبدا ان انا اشيلها في الفريزر، اعملها كده واسيبها واروح احطها في طبق او في كيس في الفريزر. ده كده ايه؟ يبقى انا عملت وصفتين في وصفه واحده.